18 عام وانا ساكنه بلا ما بلا ضو، واخذ الضو غير من عند الناس. في نطلع عند الرئيس كيصيفطني للجماعه، فاش كنجي للجماعه تيقول ترجعي عند الرئيس. فاش كنجي عند الرئيس كيصيفطني للجماعه، من الجماعه كيصيفطونا عند الرئيس، يعني ما عندنا حتى شي قيمه عند شي حد. الرئيس دائما تيلوحك، وهذا الشيء كله رجعنا كنتهدوا، ملي كيسمعنا كيصيفط لنا البلطاجيه كيهدونا. يعني جالسين جلسه همجيه بلا ما بلا ضو، وكنتهدوا بزاف منه. بحال دابا الا كثرنا عليه المشي كيصيفط لنا البلطاجيه ديالو. انت هي البناء ديالك بناء قانوني، انت مشكل في الضرب؟ ما عندي حتى شي مشكل، ما عندي حتى شي مشكل بصفه نهائيا. يعني ساكنه بلا ما بلا ضو، اش من حياه؟ حنا كنطالبوا من سيدنا يجي يشوف ولا طيب يجي يشوف الشعب ديالو كيفاش عايش، الشعب ديالو كيفاش عايش. دابا 18 عام ما عنديش الموضوع. فاش كان رئيس الجماعه ديالنا ما تيعطيناش كاع وقت، تيقول لك هبطي للجماعه. يعني دابا انا كنحمل حتى المسؤولين اللي معاه، شكون اللي غادي معاه ولا تهضر مع من؟ واش تهضر مع المسؤولين تيقول لك طلع عند الرئيس، ملي كتهبط عند الرئيس كطلع عنده كيقول لك هبط للجماعه. انا كنحمل المسؤوليه حتى للناس اللي معاه، ما عطيناش وقت بصفه نهائيا. الوقفه الثالثه اللي كنديروها في بخصوص ملف الماء والكهرباء والمرافق العموميه في جامعه ولا الطيب. تلقينا وعود كثيره وحنا كننظموا هذه الوقفات، خدينا وعود من المجلس، لكن مع الاسف تملص من المسؤوليه ديالو وتبخرات الوعود مع اقتراب الموعد المحدد اللي عطانا المجلس انه يحل لنا المشاكل اللي كنعانيو منها. المشكل اللي كنا نعانيو من هنا في جامعه ولا الطيب هو مشكل الحرمان من الماء والكهرباء، الحرمان من الماء والكهرباء والحرمان من العديد من 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 من, من المرافق العموميه. هذا المجلس هذا هذه هي الولايه الثالثه هو عنده هنا في جامعه ولا الطيب، الولايه الثالثه ما عندناش، يعني ثلاثه الولايات هو كيمشي كيسير هذا المجلس باريحيه يعني باغلبيه 100%، ما قدرش يدير لنا مساحه خضراء واحده، يعني مجلس ثلاثه الولايات وما قدرش يزرع لنا ورده واحده، ورده واحده ما عندناش هنا في جامعه ولا الطيب، ما قدرش يدير لنا ملعب واحد للقرب، ما قدرش يدير لنا ثانويه واحده هنا، ما قدرش يدير لنا ما قدرش يربط غير المنازل بالماء والكهرباء. وكتظهر علينا واحد الروبورتاج ديال القناه الثانيه، كان جا هنا لجامعه ولا الطيب وبالضبط في دوار عين النخله، وصوروا بان الناس تخداو الماء والكهرباء الماء ديالهم، ولكن هذاك دوار عين النخله يبعد على جماعه ولا الطيب تقريبا بواحد 15 كيلومتر، والمشكل ديالو لا يعنينا في شيء، المشكل ديالنا حنا مشكل بوحدو وما بعاد علينا. حنا كنتعرضوا للحرمان والابتزاز، الابتزاز الا ادينا دابا الا ادينا الفلوس من تحت الطاوله غادي ناخذوا الماء والكهرباء ديالنا، ولا ما اديناش غادي ما يمكنلكش تاخذ الموضوع. حنا كنناشدوا المسؤولين انهم يفتحوا لنا تحقيق نزيه ونشوفوا شكون هاد الفاسد اللي مستفد من ان هاد الوضعيه هادي اللي كتعيشها ولا الطيب. الرخص حنا خديناهم من المجلس وفي الوقت هاد الانتخابات، كيفاش قدر ان هاد المجلس يعطي 600 رخصه او 700 رخصه انتخابيه اعطاها باش ينجح في الانتخابات، ودابا كيجي كيقول لك لا راه ماشي حنا هما اللي مسؤولين على 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 الرخص، السلطه هي المسؤوله. بالعكس حنا كناخذوا المسائل ديالنا من 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 المجلس، هو اللي كيعطينا المسائل ديالنا، هذا فقط لتوضيح الصوره للراي العام. شي حاجه هنا كنطلبوا الماء والكهرباء وبعض المرافق اللي محرومين منها مع الاسف 2022 وشكرا. هادشي راه حشومه وعار، عار وحشومه. احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، واخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.